يشير إلى أن بنيامين نتنياهو يريد المفاوضات من أجل المفاوضات فقط، ومن أجل إدامة هذه الحرب، ومن أجل أيضا إضافة شروط ومطالب جديدة على حركة حماس. حماس طيب تطالب نعم الوسطاء بضرورة الضغط على إسرائيل للعودة إلى ما تم الاتفاق عليه وفقا لرؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووفقا للقرار الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي والذي وافقت عليه نعم معظم طيب الأطراف سيد نظير، العربية والدولية. ماذا عن نعم. الشق الأول من سؤالي السابق؟ هل معنى ذلك أن حماس وإسرائيل سيجتمعان في 15 من هذا الشهر أم لا، سواء كانت في القاهرة أم الدوحة؟ أنا أعتقد في النهاية سيتم التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى اجتماع في 15 من الشهر الجاري، أي يوم الخميس القادم، وهذا الاجتماع على الأرجح أن يكون في العاصمة القطرية الدوحة، لأن حركة حماس وإن أعلنت عن مطالبتها بضرورة العودة إلى الاتفاق السابق الذي وقعت عليه في الثاني من الشهر نعم الماضي، فإنها لن تعطي فرصة لإسرائيل كي تظهرها كأنها الطرف المعطل لاتفاق صفقة التبادل التي يتم الحديث عنها. ولكن حركة حماس تقول بأنه على مدار الجولات السابقة التي أبدت فيها مرونة من أجل التوصل إلى اتفاق لصفقة الرهائن، نعم والتي قد تؤدي إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن إسرائيل ممثلة ببنيامين نتنياهو تضيف في كل مرة مطالب وشروط جديدة، أهمها هي أن بنيامين نتنياهو أضاف شرطا جديدا يتعلق بأنه إذا ما تم الإفراج عن مئات الأسرى فإن ذوي الأحكام العالية والبالغ عددهم ربما 150 أسيرا نعم فلسطينيا سيتم طيب نفيهم إلى الخارج نعم سيد نظير، بالإضافة